88 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شاع في بغداد وفيما حولها من الحواضر الإسلامية وبالذات العراق أيها الإخوة أن نهاية الدنيا سوف تكون في اليوم لا أدري تقريبا كذا وكذا من جمادى الآخر، وليكن 12 على ما أذكر، المهم في اليوم الكذائي من جمادى الآخرة في السنة 82 سينتهي العالم ويطوى بساطه. عجيب جدا أن يشيع هذا وأن يجد قبولا أو مصوغين أيها الإخوة، وأن يكون له تأثير هائل على المسلمين وهم مسلمون وهم يطلون كتاب الله تبارك وتعالى غضا طريا لا يزال في القرن الأول الهجري. وما كان الله ليطلعكم على الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد روى البخاري وغيره في مواضع رحمة الله عليه، أشهرها موضع التفسير، كتاب التفسير الصحيح تفسير سورة الأنعام عن سالم بن عبد الله، عن سالم عفوا عن أبيه عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين، قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إنها قوافل وخاتمة لقمان، آية قرآنية، آية قرآنية جليلة أيها الأخوة. لا، الأمة لكن صدقت هؤلاء، عجيب، حادت عن كلام ربها وعن هدي نبيها وصدقت المنجمين والكهان والكذب والعرافين، آخر تصديقهم على تصديق الحق سبحانه وتعالى. شيء عجيب جدا للأسف. لماذا؟ هذا يؤكد أن في الإنسان ولعا لعله فطري طبيعي غازي أيها الإخوة، إلى ماذا؟ إلى حفظ الغيب، إلى التكهن به، إلى استشرافه، إلى الوقوف عليه أو على بعض مكنونه، شوق حقيقي في الإنسان. ولذلك أكثر الدجاجلة إنما يدجلون من هذا الباب، حتى بعض المتصوفة ومدعي العرفان يدخلون باب أنهم يطلعون ويكشف لهم عن بعض حجب على الغيب، والناس يحبون هذا ويتابعون أمثال هؤلاء. وفعلا يقول مؤرخو المسلمين مؤرخون: وهرع الناس إلى المغاور والكهوف والصحارى والفيافي البعيدة غير المسكونة، وجعلوا يحتفرون الأرض وينقلون إليها الماء والزاج ويسدون منافذها حتى لا تدخلها ريح زعزع، لأن هؤلاء المنجمين أو بعضهم أنبأ بأن البداية تكون مع ريح زعزع عاتية كريح عاد. وجاء اليوم الموعود، والعجيب يقول المؤرخون أن بعض الناس أوقد الشموع حتى إذا طفئت فقد بدأت نهاية العالم، حالة الساعة. العجيب أنه في ذلكم اليوم وليلته الشموع وهي أضعف النيران واللهيب لم تنطفئ، رخاء ساجية ساكنة، وكذب الله المنجمين. فهل كفر المسلمون بالمنجمين؟ لم يكفروا، وظن خلفاء بني العباس والإخوة بني أمية طبعا في البداية، ثم تلاهم خلفاء بني العباس يصدقون بهذا، والناس يصدقون يعني بعضهم طبعا يعني بعض الناس يصدقون بهذا، وكتب تؤلف إلى اليوم على فكرة بلاد المسلمين غاصة بكتب الطوخي المصري هذا ومن قبل بكتب أبي معشر الفلكي. أبو معشر الفلكي هذا النصاب الكبير كان من حزاق العالم بلا شك، وكان ذكيا وكان عصريا لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب وحكيم العرب، الذي كان أيضا بدوره منجما وله 19 كتابا في التنجيم، تخيلوا، وله كتب في علم الفلك عجيبة جدا جدا، واشترع بها أيها الإخوة مناهج جديدة في الفلك واعترف بها اليوم لدى فلكي الخب الحاذقين الكل من نوابغ الدهر. ولكنه أيضا كان يتعاطى غيره علم التنجيم، يعني في الغرب المسيح هنا جاليليو تعاطى التنجيم من قبل يوهانس كيبلر المساعد الأكبر لتيخو براها، تعاطيا كلاهما التنجيم. تيخو براها الدنماركي كان منجما وكان فلكيا عظيما جدا، كان يقول أيها الإخوة بثبات الأرض، تيخو براها بثبات الأرض وعلى حركته، نعم كان يتعاطى التنجيم. كيبلر كان منجما، أمه كانت منجمة، أم كيبلر كانت منجمة، كوبرنيكوس وإن ضرب لي التنجيم في الصميم بنظرية العلمية إلا أنه في نفسه كان يتعاطى التنجيم، قال له ذكرناه. أما نيوتن إسحاق نيوتن فقد كان مغرما بهذا العلم
حتى أنه حين دخل الجامعة وهو ابن 17 سنة قال كان الدافع الأكبر أن أحلق هذه الصناعة، لكن الله فتح عليه بعد ذلك واشترى بالعلوم الصحيحة، العلوم الطبيعية والرياضية، بدل هذه التخاريف وهذه الحكاية الفاسد المفسد العقل والطبيعة والمجتمع والناس والإخوة المبعدة لهم عن استيفاء حظوظهم من النجاحات والإنجازات. كان هذا مشهورا لدى أهل القرون القديمة والوسطى أيضا، وحتى بعض المحدثين للأسف الشديد. عالم روسي كبير وروسي الاتحاد السوفيتي أيها الإخوة في الثلث الأول من القرن العشرين نطق قال، وطبعا هذا كان يمكن أن يكلفه رأسه لا ندري كيف نجا، قال ليس الصراع الطبقي هو الذي يقود التغييرات الاجتماعية. إيش؟ أنت خلاف لينين وستالين ومراكز الاستقطاب. قال إنما هي البقعة الشمسية، البقعة الشمسية، الكلف، الكلف أو البقعة الشمسية هي التي تقضي على البشر وعلى أوضاعهم الفردية والاجتماعية. هذا أسطورة تنجيم كبيرة يعني. لم تقم القيامة ولم يطوى بساط الوجود والدنيا في السنة 82 من هجرة المصطفى، لكن الناس صدقوا. هذه كذبة كبرى.